طبعا كاين كما يسمى بالمجرات او علم الاجرام، يعني الكواكب كما القمر كما يحدث مع المد والجزر، احنا كي نشوفوا الليالي البيضاء التي تصام عند المسلمين يكون الليالي البيضاء يزداد فيها الضغط. فممارسة اليوغا في بعض اللحظات حينما تزداد جاذبية القمر القصوى، تجد الاحصائيات الجريمة في الولايات المتحدة تزداد في الثلاث أيام من منتصف الشهر الهجري، لأنه يرتفع الضغط ويزداد الغضب وتزداد هذه الأشياء. فممارسة اليوغا والصوم والصلاة وكل هذه الأمور تجعل الأشخاص أكثر هدوءا، أكثر رزانة. وكذلك بالتنفس، إما تركز كما قلنا التنفس، وفي طريقة أخرى ثالثة أنك تردد كلمة، مثلا تردد كلمة جو سوي كالم، أنا هادئ أنا هادئ، وتركز على هذه الكلمة، تخلي مكتوبة هذه الكلمة، أشعر بالهدوء، أشعر بالأمن، بالاستقرار، بكل هذه الأشياء. طيب لو تفهمنا وتقرب لي أكثر مصطلح اليوغا تسيطر على العقل، يعني أنا ما فهمتش الفكرة كيف، يعني هل هذه الرياضة هي تسيطر على العقل، يعني بأي كيف، يعني كيف يكون ذلك؟ كلمة تسيطر على العقل هنا تسيطر، لأن كاين شيء يدعى الكالم أو الهدوء، تجعل العقل أكثر هدوء، تجعل مثلا الإنسان يبدو كما نقولوا في بعض من الأحيان يكون قوي لكن هادئ، وهنا يكون شجاع وهذا يتحكم في أعصابه، لذلك العقل هنا هو الذي يسيطر، ما يكونش عن، لأنه في الأشخاص لما يدخلون لليوغا كما شفنا الأولاد اللي دخلوا لليوغا في مجموعة من الأصناف، كاين أولاد قباح بزاف، يضربوا يعيطوا كل شيء، هذو أولاد قباح باراكتيف يتحركوا بزاف، هذو أولاد نقولوا هذو قباح، وكاين أولاد كالم بزاف، هاديين بزاف، عاقلين بزاف، حتى ممكن الناس يقولون لهم مثلا باللي راه هذا الطفل مش نشيط وممكن خامل، ممكن هذا ما يعنيش انه اليوغا ماذا تفعل؟ تجعل الهدوء مع النشاط والقوه، يعني الهدوء لا يفسر ان الشخص ممكن لا يستطيع ضعيف، فاحنا عندنا مرتبط الهادئ هو الضعيف والقوي هو ممكن القبيح او الذي، فاليوغا تجمع الايجابيات هذا وايجابيات هذا، فتجمع ايجابيات الهدوء الموجوده في الشخص مع القوه، يعني لما تكون تتسامح تكون قوي، لما تكون تعفو تكون شجاع، ما تكونش تعفو عن ممكن ذل، عن خوف، عن ضعف، عن كل هذه الاشياء. فاليوغا تمتص من الهدوء من هذا الشخص الكالم، تمتص تجعله في العقل، والقوه تجعلها في الجسد، يعني دائما تعكس الامور بايجابيه، تخلق توازن، وهذا التوازن اللي راه مطلوب. فالشخص لما يجينا لليوغا الا شفناه باراكتيف وقبيح بزاف لازم نخلوه يكون كالم اكثر وهذا اكثر ومسالم اكثر للناس الاخرين، وممكن يساعد الناس الاخرين. الا جانا هذا الشخص هادئ وضعيف ويحشم بزاف وكل شيء، هذا علاج للسلوك. طيب ما هي الامراض التي يمكن ان نستعين من خلالها او نستعين باليوغا للتداوي بها؟ نشرت في احدى الجرائد واحدى الدراسات نشرت كذلك هنا في الجزائر في امريكا ان الكثير من الحالات انواع حالات محدده من السرطان استطاعت اليوغا ان تعالجها، ومنشور في اعتقادي في منذ حوالي 20 يوم نشر في احدى الجرائد الوطنيه، وهي دراسه امريكيه، مجموعة أخضعوهم لليوغا فوجدوا أن اليوغا تقلل من نسبة السرطان، لأن اليوغا تعمل مساج داخلي لكل الأعضاء ولكل الغدد فتنشط الغدد. اليوغا كذلك على مستوى ليرني ديسكال، الناس اللي تعاني من العمود الفقري من الألام، ريح يكون، هي تعمل على الوقاية، مش علاج، يحضروا معنا أطباء، تعمل على الوقاية ومساعدة الشخص، يعني هي تأخذ وقت ربما حتى تحصل على نتيجة، تأخذ وقت هذا حينما نتكلم تخفف من ضغط الدم، تخفف كذلك من حدة الغضب، من القلق، من الخوف،
كل هذه الأشياء يعني اليوغا تستطيع كما نقول أن تتجاوزها. كذلك اليوغا في بعض الحركات اللي يستعملوها بعض السياسيين الكبار في العهود القديمة تعمل على أنه كما يقولوا يكون الوجه أحمر بدون مكياج. هناك بعض الحركات التي تجعل مساج للوجه، ومنها اشتقت الآن العمليات التجميلية. لازمنا حصة خليكم معنا كاملة كلها للحديث عن اليوغا وبعض الحركات التي قد تفيدنا في حياتنا اليومية. دكتور صلاح الدين جلاح مختص في التنمية البشرية، كان حديثنا اليوم شيق وممتع عن اليوغا. شكرا على حضورك معنا. إذن لطفي، نحن نتواصل دائما مع مشاهدينا من خلال برنامج خليكم معنا. نترككم معنا للأغنية التي اختارها لنا حسان، أعتقد أغنية لمروان خوري، كل القصائد تابعوها.